تمام. بصي مش هنتكلم على كابتن يسرى عبد الكريم كتير لان كابتن يسرى اهلاويه 100%، فمش عايزين نتكلم اكتر، لكن هنخرج بالتليفون كابتنهم وكابتن مصر والكابتن التاريخي لكره الطايره في مصر كابتن تهاني توسن والمدير الفني لنادي الشمس. كابتن تهاني مساء الخير. مساء النور يا كابتن خالد، مساء النور على ببارك لك اللي معاك في معايا كابتن يسرى وكابتن انجي وكابتن شيماء. حبيبتي يا توتو، كابتن مصر ربنا يخليهم، الله يبارك فيك يا كابتن خالد. فرحانين لك جدا، الثلاثه فرحانين بيهتموا بالمباراه، كلنا بصراحه فرحانين لكابتن تهاني توسن، لكن المقابله الجايه امام ناديكي اللي كنت كابتن النادي الاهلي وعلى ارض النادي الاهلي وجوه صاله النادي الاهلي، ازاي كابتن تهاني توسن نفسها هتقدر تقف في المباراه دي بصراحه؟ والله الموقف صعب قوي يا كابتن خالد، خصوصا في وجودي داخل صاله النادي الاهلي اللي ياما لعبت اسم النادي الاهلي فيها. دي حقيقه. بالنسبه للعيبه طبعا حلم انهم يلعبوا في صاله النادي الاهلي قدام جمهور النادي الاهلي، نتمنى ان الماتش يبقى حلو ويليق بدور الثمانيه لبطوله افريقيا، وان شاء الله يبقى ماتش كويس يعني. بصراحه شديده شايفه حظوظ نادي الشمس في المباراه دي ايه، بخبره لعيبه الاهلي بتقل لعيبه الاهلي، وانا عارف ان كابتن تهاني توسن عامله جيل كويس جدا من ناشئات نادي الشمس. والله احنا عندنا المتوسط الاعمار حوالي 19 سنه 18 سنه، احنا بنبني فرقه جديده في نادي الشمس، حظوظ النادي الاهلي طبعا بنسبه اعلى، لكن طبعا الملعب هو الفيصل وربنا يوفق الفريق المجتهد يعني. كابتن تهاني ببارك لك وبقول لك الف مبروك من قلبي، لان انت كابتن التاريخي ونجمه مصر التاريخيه في الكره الطايره، بشكرك بتمنى لك التوفيق لكن مش قدام النادي الاهلي بصراحه. كابتن تهاني بشكرك شكرا جزيلا.